دونك في هذه الفقرة سنقوم بالتعرف على برمجية أخرى، برمجية الجوجبرا. دونك هذه البرمجية تتعلق بالتماثل المحوري والعلاقة التي تربطه بعملية الطي. دونك هذه البرمجية يمكن الاستفادة منها بطبيعة الحال أثناء تدريس هذا المحور، يعني هذه الفقرة الخاصة بالتماثل المحوري بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي، وخاصة بالنسبة للسنة الثانية ثانوي إعدادي. دونك هنا يقوم الأستاذ مثلا بإنشاء قطعة، دونك هذا الشكل يمثل مثلا هنا ورقة، وبداخلها نقوم بإنشاء قطعة. يمكن المرور إلى شكل آخر، مثلا هنا نقوم بإنشاء مستقيم ثم نصف مستقيم إن دي ميدوات، وكذلك يمكننا إنشاء زاوية، وأخيرا يمكننا إنشاء دائرة. دونك هذه الأزرار تمكننا من الانتقال من شكل إلى آخر. دونك هنا بطبيعة الحال العنوان يتغير حسب الشكل الذي نقوم بدراسته. مثلا هنا كنا نقوم بدراسة مستقيم، هنا عندنا لو سيميتريك دون دوات بارابور أ أون دوات دوني، هنا عندنا لو سيميتريك دان سيغمون بارابور أ أون دوات، لو سيميتريك دون دومي دوات، لو سيميتريك دان لونغ بارابور أ أون دوات، إي فينالمون أون لو سيميتريك دان سيرك بارابور أ أون دوات. دونك مثلا نريد دراسة مماثلة مستقيم، أولا مماثلة قطعة أولا بالنسبة للمستقيم دي. دونك نلاحظ أن المستقيم دي أولا يمكنني أن أغير المكان ديالو، يعني بتغيير نقطتين، النقطتين اللتين تحددان المستقيم دي. دونك هنا قمت بتلوينهما باللون الأصفر. دونك إذا كان المستقيم دي يقطع القطعة فإنني أحصل على نقطة التقاطع، البوان دانتيرسيكسيون. مثلا يمكنني تغيير المستقيم كيفما أشاء. دونك هنا يمكننا عن طريق هذه الزلقة، يعني بالفرنسية نقول كيرسور، يمكنني محاكاة عملية الطي. دونك أقوم بهذه المحاكاة هنا، وهذا الزر يمكنني من إنشاء القطع التي تربط بين النقطة والصورة ديالها بالنسبة ولا بالتماثل المحوري، يعني أربط النقطة F بمماثلتها بالنسبة للمستقيم دي. دونك حتى نبين للتلميذ أن الأمر يتعلق هنا بواسط قطع، المستقيم دي يمثل واسط قطع F F بريم، وكذلك يمثل واسط قطع E E بريم. دونك عندما نقوم بعملية الطي فإننا نحصل على قطعتان متقيستان، دونك لهما نفس القياس، قطعتان قابلتان للتطابق. وهذا الزر هنا دونك باللون الأصفر يمكنني من إظهار القاعدة أو الخاصية التي نستنتجها انطلاقا من هذه العملية. دونك مثلا هنا ليماج دان سيغمون بارابور أين دوات، ليماج دان سيغمون بارابور أين دوات إت أن سيغمون كيلوي إيزومتريك، يعني مماثل قطعة بالنسبة للمستقيم هي قطعة تقيسها، ونقول إن التماثل المحوري يحافظ على الأطوال. On dit que la symétrie axiale conserve les longueurs. Voilà les distances, c'est la même chose. يمكننا الانتقال مثلا الى شكل اخر دائما هنا. دونك كنا في قطعه، يمكننا الانتقال الى مستقيم. دونك لاحظوا معي هنا مستقيم الذي يمر من النقطتين O و F. دونك كذلك يمكنني تحريك المستقيم دي بحيث انني احصل على نقطه التقاطع. دونك يمكنني القيام بعمليه الطي. دونك لاحظوا معي الان عندما يكون لدينا المستقيم دي والمستقيم او فقط، فهذا يعني اننا لدينا نقطة تقاطع بوان دانتيرسيكسيون. لكن عندما نقوم بانشاء المماثل المستقيم او اف فاننا نحصل على مستقيم اخر، فستكون لدينا او سيكون لدينا ثلاث مستقيمات تمر من نفس النقطة، وهذه النقطة نسميها نقطة التلاقي، لو بوان دو كونكور. دونك هنا لدينا المماثل المستقيم F. دونك يمكنني إظهار كذلك طريقة الإنشاء. دونك لكي نقوم بإنشاء مماثل مستقيم بالنسبة لمستقيم آخر يكفي أخذ نقطتين وإنشاء مماثلتهما. دونك مماثلة النقطة F هي F تاع F بريم، ومماثلة النقطة O هي O بريم، بحيث أن المستقيم D هو واسط القطعتين F F بريم و O O بريم. دونك يمكننا هنا إظهار الخاصية. دونك ليماج دي دوات بارابور أين دوات إت أون دوات. دونك مماثلة المستقيم أو إف بالنسبة للمستقيم دي هو هذا المستقيم إف تاع إف تاع. يمكننا المرور بعدها إلى مماثل نصف مستقيم أين دومي دوات، دونك لا ميم شوز. ليماج دي دومي دوات بارابور أين دوات إت أون دومي دوات. دونك لاحظوا معي هنا مماثل النقطة أو هي أو بريم، ومماثلة النقطة إف هي إف بريم. يمكنني الانتقال الى مماثلة الزاوية هنا، دونك دائما بنفس الطريقة. دونك اقوم بمحاكاة عملية الطي وكأنني اقوم بطي الورقة على مستوى المستقيم الدي. دونك نلاحظ ان مماثلة هذه الزاوية، مماثلة الزاوية F و G او بيان F او بيان G و F، هي هذه الزاوية التي
لها نفس القياس، زاويتان متقيستان. دونك الخاصية تقول إن مماثلة زاوية بالنسبة للمستقيم هي زاوية تقيسها. دونك الفرنسية نقول ليماج دان نونجل باغ رابور إين دوات إت أن نونجل لوي إيزومتريك. الفرنسية كذلك نقول إن التماثل المحوري عندي كولا سيميتري أكسيال كونسيرف لا مزيور دي زونجل. دونك هنا راني غلط، درت كونسيرف لا لي مزيور أو بيان لا مزيور دي زونجل. دونك سأقوم بتصحيحها الآن. دونك لقد قمت بتصحيح هذا الخطأ. دونك عندي كولا سيميتري أكسيال كونسيرف لا مزيور دي زونجل. دونك التماثل المحوري يحافظ على قياس الزوايا. دونك لاحظوا معي هنا التماثل المحوري يحافظ على قياس الزاوية. دونك مماثلة الزاوية هي زاوية تقيسها بالنسبة لطبيعة الحال بالنسبة للمستقيم الضي. دونك يمكننا إظهار طريقة الإنشاء. دونك نلاحظ أن مماثلة نقطة أو هي أو فتحة، مماثلة نقطة ج هي جي بريم هنا، ومماثلة نقطة إف هي إف بريم. يمكننا الانتقال إلى آخر شكل هنا الذي يمثل بالنسبة لنا الدائرة. دونك ليماج أو بيان لو سيميتريك دان سيركل بارابور أ أون دوات الضي، مماثل دائرة بالنسبة لمستقيم الضي. كذلك يمكننا محاكاة عملية الضي عن طريق هذه الزارقة هنا. دونك نلاحظ بأن مماثلة الدائرة هي دائرة لها نفس الشع. دونك هنا مثلا عندي دائرة مركزها إيغ وشعاعها هو إيغ دي. الدائرة التي سأحصل عليها سيكون شعاعها هو إيغ فتحة. دونك إيغ فتحة هي المماثلة ديال إيغ بالنسبة للمستقيم دي، ومماثلة النقطة تي هي تي فتحة كذلك بالنسبة للمستقيم دي. دونك غادي تكون عندنا حسب القاعدة السابقة قاعدة مماثلة قطعة. دونك عندي القطعة إيغ دي، قلنا مماثلتها هي القطعة إيغ فتحة تي فتحة التي ستكون لها نفس القياس. إذا قمنا بعملية الطي بطبيعة الحال فإنني أحصل على قطعتين قابلتين للتطابق، وهذا يعني بأن مماثلة دائرة هي دائرة لها نفس الشعاع. دونك ليماج دان سيركل باغ رابور أ أون دوات إي أن سيركل دو ميم غيون. دونك هذه الدائرة ومماثلتها بالنسبة للمستقيم دي هما دائرتان لهما نفس الشعاع. دونك يمكننا الانتقال إلى المستقيم لدراسة الحالة حالة الممكنة. دونك إذا كان المستقيمان متوازيان، إذا كان المستقيم دي مثلا اذا كان المستقيم دي والمستقيم اف متوازيان فان المماثل كذلك سيكون مستقيم يوازي. دونك لاحظوا هنا المستقيمات ثلاثه، المستقيمات متوازيه او اف، المستقيم دي والمستقيم الجديد، ستكون هذه المستقيمات متوازيه فيما بينها. اما اذا كان المستقيم دي يقطع المستقيم او اف في نقطه، اذا كان المستقيم دي يقطع المستقيم او اف في نقطه ما، فإن المماثل ديال المستقيم اف بالنسبة للمستقيم دي كذلك يمر من نفس نقطة التقاطع، وهذا شيء جد مهم بالنسبة لخصائص التماثل. دونك هنا سنحصل على نقطة التلاقي. دونك هنا لدينا نقطة التقاطع سي ان بوين دانتيرسيكسيون، ولكن عندما نقوم بإنشاء مماثل مستقيم اف بالنسبة للمستقيم دي سنحصل على نقطة التلاقي لو بوين دو كونكور. دونك بالنسبة للرابط ديال هذه البرمجية سأجعله في صندوق الوصف دونك عندما أقوم بنشر هذا الفيديو. شكرا على المتابعة وإلى فرصة مقبلة بحول الله.